in a terror enclave on its border. I have to explain, this is not an enclave of ISIS. هذه ليست فقط لأنها بجانبنا، ليس فقط لأن هؤلاء الإرهابيين بجانبنا ويقومون بهذه التهديدات وهذه الأزمات ويقومون بنزع الأمن والسلام. لا يمكننا العيش مع ذلك، ولكن هذا شأن إرهابي، هذا شأن سياسي. سوف نقوم بعمل ما يمكن عمله من أجل إطلاق السراح المحتجزون. إنهم ليسوا فقط يقومون بقتلنا، بل يقومون باختطاف المدنيين، يقومون بالاعتداءات، يقومون بالاغتصاب. نحن طلبنا من من يعيش في قطاع غزة بالذهاب بعيدا عن هذه المناطق التي بها قادة حماس، ولكن إننا الآن نرى بأن حماس هي المسؤولة عن كل ما يحدث، وهي المسؤولة عما هو موجود. وهذا الصراع، وبسبب ذلك نحن نحتاج إلى القضاء على حماس. وهناك شرط لذلك، وهو الشرط الذي سوف يضمن الأمن والسلام لقطاع غزة وللمنطقة، وهذا الشرط هو أن نقوم بالقضاء على حركة حماس، ونحن نعتمد على الدعم الأوروبي. وسيدي الرئيس، أيضا أقدر مجيئك وأحترم أيضا مجيئك، ونحن نتطلع إلى هذا الدعم. شكرا جزيلا لك.